حبايب قلبي، ورجعنا لكم لأجمل فقرة وابدأها بعالم حنة على الأغنية الجميلة اللي منورنا فنانيننا وفنانين اليمن الكبار. عرفينا بنفسك أستاذة فتحية بقى، والأستاذ عرفنا بنفسك، اتفضلي. اسمي فتحية العمراني. أهلا بيكي. فنانة ومطربة صح؟ ممثلة ما شاء الله، ونفس الوقت بغني في أفراح مناسبات. أهلا بيكي. وحضرتك؟ قائد المرقب أعزف. ده أنتم مبدعين. قاعدي دندلي أم كلثوم بقى، هنختم الفقرة بيها. لا مش دلوقتي، سيبنا نسأل سؤالين الأول. فتحية وحضرتك، يعني أنتم معروفين في اليمن أنكم بتحيوا أفراح وليالي حناء يمنية جميلة. عايزينكم تكلمونا بقى عن من خلال رؤيتكم كده للأفراح والحنة اللي بتروحوها، إيه أكتر حاجة بتميز ليلة الحنة اليمنية عن باقي الحنات للدول العربية الأخرى؟ يعني كل واحد كده يقول لي حاجة غريبة شافها أو معروفة في التراث عندكم. بصي، إحنا في اليمن إحنا يقولوا عندنا يوم الحنة. تمام. يوم الحنة هذا هو يوم الحنة اللي هو اليوم الأخضر اللي هو ليالي الحنة. أنا بسمع كده حاجات كتيرة عندكم في التقاليد عندكم، أنا تايهة يعني. أيوة، يعني يوم الحنة يوم النكش اسمه. أوكي. نكش يعني تتنقش، واللي عاوزة تتحنى واللي عاوزة ما أعرفش، بس العروسة تلبس اللبس الأخضر. لازم الأخضر. أيوة لازم الأخضر، ده للحنة. بس وصفاتها مش شرط يلبسوا أخضر. لا لا، مش وصفات. إحنا في اليمن ما فيش وصفة تلبس هذا اللبس. وهل لكل مدن اليمن اللون الأخضر؟ لا، في العاصمة صنعاء تلبس أخضر. تمام. إلا وفي بعض المحافظات تلبس أخضر. طيب فتحية برضو حضرتك لو تفيدنا، هل فتيات اليمن أو عروسة اليمن ملتزمة بالزي التقليدي في ليلة حنتها، ولا دلوقتي بقت تلجأ لأزياء عصرية بقى وتقول ألبس ملابس غربية، يعني مش شرط بقى تقليدي، يعني راحت عليه؟ ها، إيه اللي موجود عندكم في الحنة؟ لا الآن خلاص في اختلاف. إزاي بقى؟ يعني مثلا في ناس مش عايزة، ملهاش مزاج يعني، يعني مش مرتبطة بالزي التقليدي. لا خلاص. تلبس فرعوني، تلبس عماني، والله بتلبسوا من ازياء تقليديه لدول تانية. ايوه. اه، لانه خلاص الجيل بعد جيل بيتغير وبيتطور. طب اشمعنى الفرعوني؟ يعني انتوا عندكم في اليمن بتلبسوا الفرعوني؟ فرعوني بس حاجه كذا، مش فرعوني فرعوني بتاع مصر. طب يعني ليه؟ فرعوني ليه؟ حاجه ليه ما تلبسوش الزي التقليدي اليمني؟ ليه؟ في احنا بنلبس العادات والتقاليد حق اليمن، بس في بعض الناس يقولوش لا عايزه انوع، او ممكن نقول مع كل ليله من ليالي الحنه بتلبسوا ثوب لدوله مختلفه او بتنوعوا مثلا. ايوه بينوع، مثلا اول يوم يلبسوا تراث يمني، مثلا العروسه انا لابسه قميص اسمه قميص، والثانيه لبساها لبس يافعي. ما شاء الله حسكوا فاشن شو قدامي، عرض ازياء ما شاء الله لكل مدينه من مدن اليمن، ابداع.